الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد سئلت مرارا عن رأيي في مسلسل تلفزيوني أنتج في تركيا عنوانه قيامة أرطغرل، وهذا المسلسل كان له أثر كبير وربما كان الأكثر مشاهدة في العالم الإسلامي. اضطررت أن أتابع حلقات عديدة متفرقة لأتكلم بعلم. طبعا أتكلم عن دائرة اختصاصي، لأن الناس سألوني من أجل هذا، أما الأشياء التي ليست من اختصاصي لا أقترب منها. المسلسل الحقيقة طبعا ناجح بلا شك، يعني لماذا؟ لأنه حقق رواجا هائلا، وهذا يدل على أن المسلمين يتعطشون للقيادة الصحيحة. المسلمون عندهم عز بدينهم مخفي، ويبحثون عن قائد حقيقي يجمع المسلمين على كلمة واحدة. هذا غير موجود الآن، نسأل الله تعالى أن يعجل به مع العافية للمسلمين. متابعة الناس لهذا الأمر فيه جوانب حسنة كثيرة، بل حتى رأيت شيئا غريبا، يعني رأيت في أوساط الأولاد الشباب من العرب والأتراك في تركيا هنا يقص شعره على هيئة بعض أبطال المسلسل. ما هذه كلها اللحى، هذه مزيفة ليست حقيقية كلها لصق يعني، لكن هكذا الهيئة التي كانت على فلان وفلان، أنت لا تخطئها. إذا رأيت فلان في الشارع تقول هو أنه كان يشبه فلانا الذي حصل، يعني أخذ الدور الفلاني. وهذا فيه جانب حسن، نحن ضد التقليد ولا نقبل التقليد، لكن فيه ينطوي على جانب حسن، وهو ماذا؟ أن الفراغ الروحي الذي كان يملأه الناس بقصات شعر لمطربين أجانب أو داعرين أمريكان أو غير ذلك الآن استبدلت بشخصيات تنتسب للإسلام، فهذا فيه جانب حسن لا محالة. الملاحظات الإيجابية على هذا المسلسل، أولا إبراز جانب التصوف في الحياة التركية، وهذا حق، يعني من يعرف تاريخ الأتراك يعلم أن هذه الشعوب المسلمة دخلت في الإسلام وجاءت من بلادها الأصلية، عندهم شدة، عندهم قوة، عندهم شكيمة، صدق في الدين بلا شك. كانوا في البداية قبائل متناحرة، قبائل يقتل بعضها بعضا ويغير الناس بعضهم على بعض، يغير بعضهم على بعض. فالحقيقة مولانا جلال الدين الرومي بالذات والشيخ يونس عمرة الذي لا يعرفه العرب أو معظم العرب، وأنا منهم، ما سمعت به إلا في داخل تركيا، هؤلاء كان لهم أثر كبير جدا في جمع كلمة الأتراك، هذا حق، وتحويل الناس من القتال الداخلي إلى حشد هذه الطاقات تجاه أعداء الإسلام والمتربصين بحدود الدولة الإسلامية، فانتهى الأمر بهم إلى أن سقطت القسطنطينية بأيدي هذه القوات. فهذا جانب حقيقي. كذلك في الأشياء التي لاحظتها ذكر اسم الإمام أبو منصور الماتريدي أكثر من مرة، على أنه إمام أهل السنة والجماعة، وعلى أنه رمز من رموز الإسلام في هذه البلاد، وهذا حق، وهذا شيء حسن جدا، ليت العرب يتجهون إلى هذا ويبرزون دور الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة في تلك البلاد.
ذكر اسم الإمام ما تريد على حسب ما رأيت أكثر من مرة، وذكر يعني مع الثناء الحسن على الإمام ما تريد رضي الله تعالى عنه، هذا جانب إيجابي. فالأتراك دولة، تركيا دولة صنعتها أشياء ثلاثة، أركان أهل السنة والجماعة: تركيا ما تريدية في الاعتقاد، حنفية في الفروع، صوفية في السلوك. إبراز جانب التصوف بشكل ظاهر، وإبراز المرشد في المسلسل، هذا حسن، وإن كان هناك بعض المبالغة في هذا الأمر، يعني كان هناك مبالغات ظاهرة يعني لافتة للانتباه، وهذا مما يغيظ الوهابية. لماذا؟ خاصة التركيز كان على شخصية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي، والوهابية لا يحبونه. نعم، وهو رجل صوفي كبير، نعم نسبت إليه أشياء باطلة لا نقبلها ونعتقد عدم ثبوتها. هل ثبت فعلا أنه التقى بأرطغرل؟ الحقيقة في المراجع العربية أصلا حتى شخصية أرطغرل لا تجد صدرا أو صدرين عنها، يعني لا يكاد يذكر، نادرا ما يذكر. أنا قرأت وكنت يعني محبا للتاريخ، وخاصة التواريخ التي رصدت تلك المرحلة، يعني كانت مرحلة فاصلة في حياة المسلمين، لم تتعرض إلا شيئا يسيرا. لكن راجعت بعض الأساتذة المؤرخين فأخبرني لا، موجود في المراجع التركية علاقة ابن العربي بالشيخ بأرطغرل، فهم يعتمدون على تلك المراجع. لا أتقن اللغة التركية، فالعهد عليهم في هذا، فإن ثبت فهذا شيء حسن. إظهار عز الإسلام، إظهار الجهاد في سبيل الله على أنه شيء عظيم، تمجيد قيم الشهادة ونحو ذلك، كلها أشياء قيم إسلامية الحقيقة حسنة. السلبيات التي رأيتها في هذا: الجانب القومي ظاهر تماما، ومحاولة إنقاص الدور العربي تماما، أو محو أي دور آخر في يعني نهضة المسلمين. يعني كان تصوير الدولة الأيوبية التي كانت في حلب وفي سوريا عموما كان سلبيا تماما. طبعا هؤلاء عرب وأكراد مسلمون جميعا، والشخصيات التي أسيء إليها الحقيقة، يعني مثل القاضي بن شداد، يعني جاء على أنه مرتشي وأنه هزيل وأنه ضعيف وأنه بأيدي الصليبيين، هذا أمر لا نرضاه، والواقع خلاف هذا تماما، لم يكن الأمر كذلك، في تجني ظاهر في هذا. إبرازهم للجانب القومي أنا أقدره، خاصة أنهم يخاطبون الشعب التركي وجاء باللغة التركية، والقومية التركية متغلغلة في نفوس الناس، فإذا كان خاطبوهم من هذا الجانب من أجل يعني بعث عز الأتراك الحقيقي الذي هو الإسلام، فهذا أمر يمكن تفهمه. أما انتقاص دور المسلمين الآخرين فهذا أمر يعني لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي أحب أن أركز عليه، وهو قضية الحدود، أو تسمى في الزمان الماضي تسمى ماذا؟ الثغور، التي كان يقيم عليها مثلا الأتراك وغيرهم، الحقيقة لم تكن قومية في يوم من الأيام، ولم تكن بحثا عن وطن كما صور المسلسل من أول إلى آخره، أن القوم الجماعة يبحثون عن وطن، ليس عندهم وطن ويبحثون عن وطن يستوطنونه. هذا الحقيقة فيه مغالطة كبيرة جدا، إنما جهاد الأتراك الكبار، أرطغرل رحمه الله ومن بعده ابن عثمان، كان جهادا في سبيل الله، وكان حربا للصليبيين الفرنجة المتربصين ببلاد الإسلام، فلم تكن حربا قومية، ولم تكن حربا وطنية، ولم تكن حربا باحثة عن مكان يستقرون فيه. كان الذي يحصل في التاريخ الإسلامي ما هو؟ تأتي جماعة مجاهدة
تحت إمرة أمير من الأمراء فتقف في الثغور، وكل إنسان يريد أن يجاهد في سبيل الله الباب مفتوح من بلاد المسلمين جميعا من العرب وغيرهم. فالحقيقة لم تكن حروب قومية في يوم من الأيام، لم تكن حروبا قومية لا نعرفها. الحروب يعني بعض القوميين الأكراد مثلا الآن يشتمون صلاح الدين الأيوبي، لماذا؟ لأنه لم يقم دولة كردية. على فكرة صلاح الدين أعتقد أن هذا الرجل لم يخطر في باله أصلا القومية الكردية أبدا، لم يخطر في باله، إنما جاء في عند هؤلاء الناس كانوا يبحثون عن عز دين الإسلام، وقد حصل ما أرادوا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الثغور، نعم القيادة تكون من الأيوبيين أو تكون من الأتراك أو تكون من غيرهم، هذا أمر لا يعني المسلمين كثيرا، ولكنها كانت وسيلة لتفريغ الطاقات. الإنسان يريد أن يجاهد في سبيل الله الباب مفتوح. الآن ماذا يحصل؟ يريد أن يجاهد في سبيل الله، تأتي الجماعات المسلحة ترسله ليفجر نفسه في مسجد. الطاقات هذه هدرت وبدأ أن تستخدم في قتال الأعداء، صارت تستخدم في أذية المسلمين. إذن هذه بعض الجوانب السلبية، وأنا لست متخصصا في هذا الشأن لكن أتكلم في النواحي الدينية التي يعني هي اختصاصي، وكذلك التاريخ، أنا أحب التاريخ كثيرا. حصل حقيقة يعني أيضا قضية فرسان الهيكل وكذا وكذا، جعل المرابطين وحدهم هم الأتراك وجماعة أرطغرل، هذا فيه مبالغة كبيرة جدا، إذ لا يمكن لقبيلة على حسب تصويرهم من 2500 رجل تقوم بهذه الجهود العظيمة. هذه كانت كل الناس، الأيوبيون ساهموا في هذا والعرب ساهموا في هذا، وكل وفي نفس الوقت الذي كانت تدور فيه رحى المعارك مع الفرنجة، العرب أيضا كان والأكراد وغيرهم كان لهم قتال طاحن مع أعداء الوطن في بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى هذه الأمة أن يعيد لها عزها ومجدها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.